عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير، وأحييكم في درة ميادين الخليج حيث اجتمعت الأقطاب الكبرى في هذا المهرجان على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. نرحب بكل الحاضرين وبالضيوف القادمين، حيث ترحيبنا بالمتابعين عبر الغلوات الناقلة. إذن انطلق شوطنا العاشر المخصص لسن الزمول، ومن المسافة 8 كيلومترات الفاصلة عن السيارة الجمس سيرا بكب، إذا نبدأ بداية مع المركز الأول لنتابع وإياكم هذه الانطلاقة، لنتابع وإياكم حضور من حاش لهجن الرياسة محمد بن عتيق المهيري يدفع لنا هنالك بمن حاش مع المركز الأول، بينما ثانيا الانطلاق والحضور هنالك من ضيف لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية يحضر هنالك ليقدم لنا ضيف في عملية التضمير، بينما المركز الثالث الحضور من قبل الغزال لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي في المتابعة. المركز الرابع الحضور من قبل سلهود لهجن سيح السلم سيف بن عتيق العميمي متابعا لانطلاقة سلهود. المركز الخامس حضر هنالك وانطلق حضر هنالك ليبدأ في التقدم مزعل لسمو الشيخ ذياب بن سيف الانهيان والصادق بن فضل الامين يدفع لنا هنالك بهذه الانطلاقه وبحضور مزعل على المركز الخامس، بينما عودة إلى بداية الشوط، عودة هنالك إلى منحاش لهجن الرياسة محمد بن عتيق المهيري يدفع لنا بمنحاش ويحضر هنالك مع منحاش بعدما حضر مع الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح ومع هذه المؤسسة العملاقة، بينما أتابع الانطلاق من قبل ضيف لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية في المتابعة، بينما مؤسسة هجن سيح السلم تبدأ بالتسلل في هذه اللحظات لتقدم لنا سلهود سيف بن عتيق بن محمد العميمي في المتابعة. والمركز الرابع الحضور والانطلاق من قبل هجن الرياسة، من تبدأ بالانطلاق هنالك في هذه اللحظات الغزال لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي في المتابعة، بينما النقلة والدور دور المركز الخامس أتابع الانطلاق من قبل مهاجر لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن عبد العزيز الثاني هكذا للمرة الثانية، وما زالت القيادة والبداية مع منحاش لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق المهيري في المتابعة، بينما التسلل الملحوظ والانطلاق من قبل سلهود لهجن سيح السلم وسيف بن عتيق بن محمد العميمي في المتابعة. المركز الثالث الحضور من قبل الغزال لهجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي يدفع لنا هنالك بهذه المؤسسة، يحضر مع الغزال مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع الانطلاق من قبل ضيف لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية متابعا لانطلاق
انطلاق الضيف متقدما مع انطلاق الضيف، بينما حضر ليبدأ بالانطلاق هنالك مهاجر لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود الثاني يحضر ليقدم مهاجر، بدأ في التسلل في هذه اللحظات والانطلاق لحظات، ونوافيكم باسم المنطلق في هذا الشوط. بينما نعود إلى البداية هنالك مع من حاش لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق المهيري في المتابعة متابعا لنا انطلاقة من حاش، بينما حضر سلهود وحضرت هجن سيح السلم وسيف بن عتيق العميمي في المتابعة ليبدأ يتسلل ليبدأ يقود الزمول في هذه اللحظات ويتحرك مع البداية، فحضر هنالك ضيف وحضرت هجن الشحانية، إنه المشاقب، من بدأ في المشاقب، من بدأ في التدخل في هذه اللحظات محمد بن خالد العطية، تقدم هنالك الأسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم إلى المركز الرابع، المركز الخامس، الانطلاقة من قبل الغزال لهجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي، هكذا هي المعركة الحاضرة ما بين المؤسسات الكبرى، ما بين عمالقة التضمير، ما بين الكبار في هذا الشوط. السيارة لمن من هذه المؤسسات؟ من سيظفر بهذه السيارة من عمالقة التضمير الحاضرين والمتقدمين مع انطلاقة هذه الزمول الحاضرة؟ والبداية مع سلهود هجن سيح السلم سيف بن عتيق العميمي متابعا لانطلاقة سلهود، من يبدأ مع البداية؟ من يحتل المركز الأول؟ بينما ثانيا التحرك هنالك من قبل من حاش لهجن الرياسة ومحمد بن عتيق المهيري والغزال، ثالثا لهجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، والمركز الثالث الحضور من قبل الأسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ينطلق رابعا وخامسا التحرك من قبل ضيف لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وما قبل الخمس وصلت الزمول في هذه اللحظات. من يقود المعركة ما قبل الخمس؟ يتحرك السليماني لهجن العاصفة وقياذ الهلالي في المتابعة، إذن سلهود ما زال قائدا لهذا المسار، إذن سلهود ما زال متقدما لهذه القائمة، لقائمة الزمول، لزمول المستقبل، وبنوك الإنتاج يتحكم بقبضة الصدارة، ينطلق مع المركز الأول متحكما. هنالك سلهود لهجن سيح السلم سيف بن عتيق العميمي، وبدأ التقدم هنالك من قبل الغزال، الغزال لهجن الرياسة، وهنالك من يقدم الغزال علي بن جميل الوهيبي المركز الثاني، وتابع التحرك وتابع الانطلاق من قبل المركز الثالث الأسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم، حضرت هجن العاصفة وصلت هنالك لتقدم سليماني لهجن العاصفة وقياذ الهلالي في المتابعة، بدأ ينطلق إلى المركز الثاني ليضغط هنالك على هجن سيح الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط. بينما خامس التحديات هنالك من حاش لهجن الرياسة محمد بن عتيق المهيري، يدفع لنا هنالك بمن حاش مع المركز الخامس، هكذا هو النداء وهكذا هي الأسماء الحاضرة، ولكن البداية هنالك مع سلهود لهجن سيح السلم سيف بن عتيق العميمي متابعا لانطلاقة سلهود، من يحضر مع المركز الأول؟ بينما ثانيا الحضور هنالك والانطلاق من قبل سليماني لهجن العاصفة قياذ الهلالي في المتابعة، من بدأت بالتقدم؟ من بدأت هنالك بالانفراد؟ الغزال ثالثا
هجن الرياسة والظافر في المتابعة المركز الرابع هنالك الأسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم، والمركز الخامس الانطلاق من قبل منحاشة لهجن الرياسة ومحمد بن عتيقة المهيري. بدأت التحركات في هذه اللحظات، السيارة تقترب أيها المضمرون، السيارة تقترب أيها العمالقة، فقدموا كل ما لديكم في هذا الشوط. سلهود ما زال متقدما لهجن سيح السلم، المضمر سيف بن عتيق العميمي متابعا لانطلاقة سلهود، بينما حضر غياث الهلالي ليقدم لنا هجن العاصفة ويتقدم بتقدمات سليماني. هنالك مع المركز الثاني المركز الثالث الغزال لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي، حضر في هذه اللحظات عرقان لسمو الشيخ أحمد بن خليفة بن علي بن سعود الثاني المركز الرابع، الانطلاق من قبل البحتري لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي ومنحاش على المركز الخامس. لكن المعركة ما بين الثلاثة، ما بين المؤسسات الكبرى، هجن سيح السلم وهجن العاصفة وهجن الرياسة، لمن هذا الشوط من هذه المؤسسات الكبرى التي لطالما اشتقنا لهذا الحضور الكبير لهذه المنافسة. بينما هجن سيح السلم تواصل التألق، تواصل العطاء اللامحدود في هذا المهرجان، يتحرك سلهود، سيف بن عتيق العميمي ما زال مسيطرا، بينما حضر الغزال، حضر الظافر في هذه اللحظات إلى المركز الثاني. 900 متر الأخيرة، الأمتار الفاصلة عن السيارة، عن الناموس، هنالك سليماني لهجن العاصفة، غياث الهلالي في المتابعة، حضر هنالك عرقان، حضر وانطلق في هذه اللحظات لسمو الشيخ أحمد بن خليفة الثاني، ولكن العودة هنالك مع سلهود. اللحظات الأخيرة يا العميمي، اللحظات الأخيرة، سلهود ينطلق في هذه اللحظات وهنالك هجن سيح السلم. شكرا لك يا سيف يا بن عتيق العميمي على كل ما قدمت في هذا المهرجان، قدم لنا النوعيات النادرة، النوعيات الفريدة، قدم العروض الكبيرة، قدم التحركات المثيرة، ليقدم لنا سلهود السيارة مع هجن سيح السلم، بينما هنالك عرقان. ولكن من هذه اللحظات ومن هذا الموقع نزف التهاني والتبريكات إلى هجن سيح السلم وإلى المضمر المتألق المبدع المتميز سيف بن عتيق العميمي. فشكرا لك يا أبو عتيق على هذا الحضور المشرف، والسيارة مع سلهود لهجن سيح السلم وسيف بن عتيق العميمي. بينما ثانيا المركز الثاني عرقان لسمو الشيخ أحمد بن خليفة بن علي الثاني، المركز الثالث كفو لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، المركز الرابع السليماني لهجن العاصفة وغياث الهلالي، المركز الخامس الغزال لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي. هكذا متابعينا الكرام شاهدنا وإياكم حضور هجن سيح السلم لتقدم لنا سلهود، ويظفر بالسيارة سيف بن عتيق العميمي. التوقيت الزمني 13:10 و95 جزءا من الثانية، تانين على هذا الفوز والانتصار. بينما من حل على المركز الثاني عرقان لسمو الشيخ أحمد لسعادة الشيخ أحمد بن خليفة بن علي الثاني. التوقيت الزمني 13:13 و11 جزءا من الثانية. بينما من أتى على المركز الثالث، المركز الثالث كفو لهجن الشحانية جابر بن سالم بن علي بن فران. التوقيت الزمني 13:15:39 جزءا من الثانية، تانين على هذا الفوز والانتصار.